ما توقعتش انك تكلمني بالسرعه دي. انا اللي ما كنتش متوقع ان انت تعملوا حركه زي دي. احنا ما عملناش اي حاجه. يا سلام، ما عملتوش حاجه، والميه اللي مقطوعه عندنا بقى لها يومين. لو باباك اللي مفهمك كده يبقى غلطان وظالمنا. على فكره هو جالي المكتب من كام يوم، وانا قلت له ملناش اي ايد باللي حصل. ابويا ما فهمنيش حاجه. بعدين انا مش زيه على فكره، ما كنتش كلمتك وجيت عشان نحل. عشان نحل يبقى لازم نحط ايدينا على المشكله. ما هو انا هقول لك فين المشكله. المشكله ان احنا بنعاني يا نادين. لو تسمحي لي يعني اقول لك نادين وكده من غير القاب. اسمح لك. طيب يا نادين، يعني انت يرضيك ان عيله كبيره زينا كده تبقى عايشه في عصور الظلام؟ لا ما يرضنيش. خلاص. طب الحل من وجهه نظرك؟ رجعوا الميه وانا هقنع مختاري يبيع البيت. هتعملها ازاي دي بقى؟ مالكيش دعوه بقى، مالكيش دعوه، دي اسلوبي. ولو ما حصلش؟ اقطعوا ساعتها عننا ميه وكهرباء ونور واي حاجه ممكن تتقطع. ما اقدرش اوعدك بحاجه، بس ممكن اقول لك هرجع لك تاني. يا نادين ارجوك، انا لازم استحمى.